لا لا مش عايز الاغنيه دي، مش عايز اي اغنيه تاني، مش عايز اي اغاني حزينه، عايز حاجه تفرحني. سمعوني اغنيه تفرحني. الدوشه اللي حصلت هو ده الغنى. غنى ايه؟ انت عامل دوشه كده ليه؟ يا ساتر يا رب. ايه يا سيد امضم مالك؟ ايه دخلت عليا كده خضتيني؟ لا اله الا الله، ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ كابوس. كان عندي كابوس. خير اللهم اجعله خير يا ربي. بوج اخويا جاي لي وقعد يضايقني ويقول لي وحياة قلبي وافراحه، مش عايز اسمع الاغنيه دي. معلش يا اخويا معلش، تعالى بس انا هحميه. انت هتبقى زي الفل. انت كل نص ساعه تحميني، تعبت انا خلاص قربت ادوب. تغريد تغريد. يا لهوي صلوا جد. عارفه ان انا بت ما عدا انت، انا مالديني يا بت يا تغريد. يا انتي مالديني وانا عارفه انك مالديني. طب بقول لك ايه، امك فين؟ بتستحم. حلو قوي. وابوكي فين؟ بيستحم. واخواتك فين؟ بيستحم. دي ايه العيله المعفنه دي يا تغريد؟ طب بس فرصه، تعالي ندخل نذاكر لنا كلمتين. لا يا اخويا انت كل يوم بتقعد تذاكر لي احياء، انا زهقت بقى الله. خلاص هذاكر لك تاريخ. حلو برضه. كيف نشا حي المطريه؟ كيف نشا حي عين شمس؟ كيف نشأ حي القلعة؟ ولو جمعناهم على بعض هيبقوا ايه؟ أحياء يا لئيم. انت اللي بتتلككي مش أنا. تعالى خد يا تعالى هنا، ده أنا نسيت خالص. ايه؟ ديك النهار الواد أخويا شيخون قال لي صاحبتك دي، فاكر لما جيت لي يوم بجلابية بنك شفتشي كده؟ قال لي البت دي واتكة وأنا عايزة أروح أخطبها من أهلها. يا نهار أسود ومنيل، أنت جاي تدبسيني وأنا عشان بلبس ستة وباجي لك نقعد نذاكر لنا كلمتين، تقولي لي شيخون؟ لا قولي له أي حاجة بقى، قولي له قولي له معرفة حتة.